كل حياتي حاسس إن أنا في طريق مسدود، بمشي من غير لا هدف ولا اتجاه. كل حياتي أدور على الهرب من الاختناق اللي محوطني من كل مكان. كل حياتي حاسس في زعل وطفر ويأس. مش عندي طريق غير الطريق اللي أنا ماشي فيه. جربت أروح في طريق ثاني، جربت أروح في بعض طريق بس من غير نجاح. كل الوقت وجع ومعاناة ودم لحد السقف، ومع كل القهر وقلة الأمل، بس في طريق ثاني، مش لقدام ولا على اليمين ولا على الشمال. مدخل مكان ما مكونش نغا كمو صوفة داغخ، كمو خوما كمو مخصوم بلي تكفى. من هون قررنا نمشي غير لفوق، نحلم أخلو مخير أخوك أخي قفو إيماني لدينا إيمانا تيجي كل المجتمعات في الشرق الأوسط.